فلما جاء الخاتم كانت أمته خير أمة، آله خير آل، أصحابه خير أصحاب، كل نبي له أمة وآل وأصحاب. وتشرفت أممهم إذا أطاعوهم من قادوا لهم، وتشرف أصحابهم إذا ناصروهم وقاموا معهم وجالسوهم واقتبسوا النور منهم، وتشرف آلهم إذا اقتدوا بهم واهتدوا بهديهم وأذعنوا لهم. فكان الآل والأصحاب والأمم قادون طيعون هم حزب الله وهم أهل الجنة. وجاء خاتم النبيين، أمته خير أمة، آله خير آل، أصحابه خير أصحاب، لا في الأمم مثل أمته، ولا في أصحاب أحد من الأنبياء مثل صحابته، ولا في آل أحد من الأنبياء مثل آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن عرف الخيرية من هذه الأمة اتصل بالآل كما ينبغي، اتصل بالأصحاب كما ينبغي في دائرة ومسلك إرشاد الرحمن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل الفوز العظيم يا عظيم.